بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزتي التلميذات، مرحبا بكم المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس عبر هذه القناه، قناه محمد كونسوليداسيون، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتألق في مسيرتكم الدراسيه. هذه القناه التي تقدم اليكم ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في اللغة الفرنسية أو الرياضيات، سواء في التعليم الابتدائي أو الإعدادي. قناة محمد كونسوليداسيون التي تطلب منكم، وهذا ليس فضلا وليس أمرا وإنما فضلا منكم، المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما نجي. أقول تفعيل الجرس لكي يصلكم أي درس قدمته غادي يوصلكم إذا فعلتم الجرس. كما أطلب منكم المزيد من الشجاعة ديالكم عبر الكومنتير واللايكات وبارتاج ديال الفيديو لكي تعم هذه الفائدة ولكي تشجعنا دائما على المزيد من الدروس. وشكرا لكم. بونجور ا توس، بونجور ا توت، بونجور ا توليفون دو ماشين، جيسبيغ كو فوزافي توجور تخي 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 بيان كوم دابيتود. ما بريزونس اوجوردي سي بور فو بريزونتي اون نوفيل لوسون دو ماتيماتيك. سي اون لوسون ديستيني اوز ايكوليي اي اوز ايكوليي دو لا سانكيام اني اونسينمون بريمير سي ام دو. Maths c'est de B4. B4 ça veut dire bilan de l'unité 4. On a chas, bien l'unité 4 n'est pas bien le monage. La passe c'est pas comme une idée. Évaluation sommative. Pose et calcul. Donc nous avons ici deux opérations. On va essayer de poser l'opération verticalement et la calcul. Premièrement, 8593 multiplié par 417. Je dirais l'opération. Alors, 8593 multiplié par 417, nous avons 7321, c'est pour 7561, ça veut dire 6541, ça veut dire 4, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, صح؟ لأن 1 8 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 لان عندنا 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 نعم 0 14 11 12 13 14 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
اذا نسمي مشتق شنو التمرير رقم جوج؟ كان كاين لا سيركونفيرونس. لا سيركونفيرونس بمعنى لو بيريميتر بمعنى المحيط. المحيط ديال الدائرتين سي دو شاك سيت. عندنا الدائره الاولى فيها 4 سنتيمتر في الشعاع، وعندنا الدائره الثانيه فيها 10 سنتيمتر في الكرة بمعنى 5 في الشعاع، بمعنى الشعاع يقال 5. نمشي من المحيط ديال الاولى، عندنا 4 زائد 4 كتبنا 3 فاصلة 14، عطاتنا 25 فاصلة 13 هي هذيك. 3 فاصلة 14 من المقص 100 عطاتنا 25 فاصلة 13 صحيح. ثم الدائرة الثانية عندي القطر فيها 10 بمعنى الشعاع 5 زائد 5 مضروبة في 3 فاصلة 14، إذا عندي 10 مضروبة في 3 فاصلة 14 لضرب عدد فيه 10. نضيف الصفر ونحول الفاصلة برقم نحوية يمين، غتعطيني 31.4 سنتيمتر، هذا هو المحيط. نمشي للتمرين رقم 5 كالكول لي دو شاك ديسك، إذا هنا عندي الدائرة الأولى فيها 6 متر الشعاع، وعندي هنا 9 متر في القطر، بمعنى الشعاع غتكون فيها 4.5، راه ماشي 9 سنتيمتر، عندي هنا القطر. بون نمشيو للمساحة ديال السيركل الأول، عندي 6 مضروبة في 6 بمعنى الشعاع مضروب في الشعاع، بالأمتار مضروبة في 3 فاصلة 14، إذا عندي 3 فاصلة 14 ماشي 16، 6 6 في 4 24، نكتب 4 صافي في 2، 6 في 1 6 و 2، 6 في 24 7 8 18 باقي النقطة، 3 في 4 غلط 3 4 12، 3 1 3 1 4 9، عندي هنا 4، عندي هنا 10، عندي هنا 12 و 1 13، عندي 10 و 11، إذا 113.04، عندي خطأ في العملية. ثم المساحة الثانية عندنا 9 في القطر، بمعنى نقسم على 4.5، 4.5 مضروبة في 4.5 مضروبة في 3.14، عندي هنا 4.5 مضروبة في 4.5 عطاتني 20.25، ضربناها في 3.14 عطاتني 62.750، بمعنى 725. إذا غادي نشوفوا الدائرة هي هذه 62.775 سنتيمتر، سنتيمتر هذه راه بالسنتيمتر وهذه راه بالمتر، متر مربع. الدائرة الأولى 113 متر مربع فاصلة 0.4، وهذه 62 سنتيمتر مربع فاصلة 775. نمشيو رابعا تركيب البريميتر دو شاك دو سو شون، إذا هنا عندي في هذا الشكل، هذا عندي هذا نصف الدائرة، هذا غادي نقطعو وغنجيبو هنا، غادي يكون عندي مستطيل الطول ديالو 24 والعرض ديالو 10، إذا المساحة 24 ضرب 10، بلا ما نبحث 24 ضرب 10 عطيني 240 سنتيمتر مربع. خامسا تركيب لير دو سات فيغي فورمي دو تروا دو ميتر، إذا غادي نشوفو الشكل الاخر اللي فيه ثلاثة ديال الاشكال وغادي نقلبو المساحة ديالو. نعم نسقي لي الصبوره الاخرى. اذا نشوفو هذا الشكل، هذا اللي سيتكون من ثلاثة الاشكال. عندنا في الاول نصف دائرة القطر ديالو 5، وعندنا هنا كذلك القطر ديالو 5، ثم عندنا هاد نصف الدائرة اللي القطر ديالو 10. نمشيو لهاد الدائرة الأولى، إذا جمعنا هذه مع هذه غتعطينا دائرة، بمعنى الشعاع هو 2.5 مضروبة في 2.5 مضروبة في 3.14، غادي نلقى هذه مع هذه، يعني إذا جمعتهم هاد النص هذا، إذا زدتو هاد النص الآخر غادي يكون عندي دائرة، إذا هادو المساحة ديالهم هي 2.5 مضروبة في 2.5 مضروبة في 3.14، زائد شحال عندي هنا؟ عندي 10 في القطر، بمعنى شحال عندي في الشعاع 5، إذا 5 مضروبة في 5 مضروبة في 3.14 عطاتني 78.50، وهذه عطاتني 19.625، إذا هنا شنو غندير؟ غندير العملية ديال الجمع، 19.625 ديال هاد الدائرتين بجوج، النصف النصف الدائرتين، النصف النصف زائد النصف الآخر، ثم عندي 78 ديال هاد النصف هذا. إذا هاد النصف هذا أنا عندي غلط، خصني نقسم على جوج، خصني نقسم على جوج، نعم، إذا عندي هنا مقسوم على جوج، شحال غادي يعطيني؟ إذا غادي يعطيني 3، 9، 5 مقسومة تعطيني جوج، 10 تعطيني 5، إذا هنا غلط.
نفس اثنين هذه هنا 5 ضرب 5 ضرب 3 في 14 هي الدائره كلها خصك تقسمها على جوج باش نلقى غير هذا النص هذا. اذا عطاني 39.25 فهي تفصيلها 25 نزيدها على 19 للقسم غادي نلقى 5 7 8 18 4 5 اذا غادي نلقى المجموع سبعة على جوج غادي نلقى 39.25 إذا 16.625 زائد 39 غادي يعطيني 58.878 إذا هذا النصف ديال الدائرة الكبير ها المساحة ديالو 39.25 هذا النصف مع النصف غادي يعطيني دائرة الدائرة شحال المساحة ديالها 19.625 هاني جمعتهم لقيت 58 إذا هذا الشكل هذا كله المساحة ديالو هي هذا هو الحجم. إذا ننتقل إلى الصورة الأخرى. نمشيو للتمرين الأخير رقم 6 يكري السفن دو برودوي بي كالكي من هنا المطلوب منا أننا نكتبو على صورة جدا 8 أس 3 ها 8 8 puissance 3, bien 8 au cube, égale 8 fois 8 fois 8, égale 64 fois 8, égale 512. 11 à la puissance 2, bien 11 au carré, égale 11 fois 11, égale 11 fois 11, égale 128. Et quelle est ce nombre de puissance de 2 ou 3 7 fois 7 fois 7, donc 3 fois 7 à la puissance 3. 2 fois 2, c'est 2 à la puissance 3. Il calcule le nombre de petits cubes. En utilisant la puissance 3. Il y a un modèle à l'énergie. Donc, ça, 5 125 شكون هي 125 هي 5 على بيسونس 3 وداك الشيء اللي نقيس غادي نضربو 5 على بيسونس داك الشيء اللي لقينا هنا غادي نضربو 5 إذا هذا هو عدد ديال المربعات اللي عندنا غادي نلقى فيهم 625 مربع غادي نلقى فيهم 625 مربع بمعنى 125 ضرب 5 5 المكعبات كل مكعب فيه 125 125 125 125 125 125 من 625 إذا إلى هنا نكون قد انهيت هذا الدرس، أتمنى لكم التوفيق وإلى حصة أخرى إن شاء الله.